انتشرت أول صورة الحقيقة للعملات البلاستيكية الجديدة فئة العشرين والعشرة جنيه، والمقرر إصدارها في نوفمبر الجاي. كذلك طباعتها من مادة البوليمر المعروفة. من المقرر أنه يتم إنتاج فئات النقد الجديدة بأحدث خطوط إنتاج العملات في العالم بمواصفات تأمين هي الأحدث على مستوى الدولي. وبيتم تداول العشرة جنيه والعشرين جنيه جنبا إلى جنب مع فئات النقد السريع. وصرح مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري بأن النماذج المتداولة لصور العملات البلاستيكية من فئتي العشرة جنيه والعشرين جنيه هي نماذج مبدئية وليست نهائية وقابلة للتطوير. والمصدر قال في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن هذه النماذج هي واحدة من نماذج متعددة جاري تصميمها للعملات البلاستيكية المقرر طرحها بالسوق قبل نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن العملات البلاستيكية الجديدة هتكون مصممة من 13 طبقة. طبعا هي خطوة برضو مستحدثة، وعايزين نعرف إيه قيمتها على المستوى المالي أو المستوى النقدي أو حتى على المستوى الاجتماعي والتداول للعملات بشكل كبير. معنا الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة. برحب بيك يا دكتور هشام، وصباح الخير. صباح الخير هشام بيت، حياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. قول لي يا دكتور هشام، إيه قيمة أن احنا بصدد إصدار عملات بشكل جديد أو بشكل بلاستيكي بخلاف الشكل الورقي اللي هو المعتاد واللي طول عمرنا بنتعامل بيه؟ طب هو بداية عمليات التطوير للعملة بتحدث بشكل مستمر داخل البنك المركزي. على مدار تاريخ البنك المركزي عادة بيحدث هذا التطور أو هذا التطوير، وليه في أسباب. السبب الأولاني هو ظهور تكنولوجي أحدث، محاولة من قبل البنك المركزي للتلافي عمليات التزوين أو التزييف اللي بتحصل للعملات من وقت للتاني، زيادة قوة ومتانة العملة الورقية. ده الحقيقة كلها اعتبارات بيتم أخذها في الاعتبار حينما يحدث التطوير. مؤكد نحن في مرحلة مختلفة، مرحلة جديدة. هذه المرحلة الحقيقة احنا بنتحدث عن انه الدولة في ادارتها او في اسلوب التعامل، احنا هننتقل للعاصمة الادارية، فعندنا الحقيقة بنك مركزي جديد بشكل مختلف، عندنا مطبعة الحقيقة هي البنك نوت جديد بها احدث التكنولوجيا على مستوى الدولة. وبالتالي كان امر مهم انه في هذه المرحلة الجديدة يكون للعملة الورقية كمان شكل اكثر حديث. اضافة المادة البوليمر او المادة البلاستيكية ده علشان نزيد من العمر الافتراضي للورقة، خاصة أنه يمكن معدل الدوران بالنسبة للعملات في مصر الحقيقة منخفض للغاية بالمقارنة مع معظم دول العالم. وبالتالي ده الحقيقة تكلفة بيتحملها البنك المركزي، بيتحملها المجتمع ككل. طب قولي يا دكتور هشام، بالنسبة للعملات الورقية العمر الافتراضي بتاعها يعني مفروض يكون قد إيه؟ وبالنسبة للعملات البلاستيكية برضو بنتكلم في قد إيه وقت؟ احنا العمر الافتراضي المفترض بالنسبه للورقه العاديه التقليديه بنتكلم سنتين ثلاثه، البلاستيكيه ممكن نتكلم بقى لحد 12 سنه. ده طبعا اخذا في الاعتبار ان احنا نتحدث عن عده امور كما اشرت، التكنولوجي الحديث، انه ازاي يكون العمله الجديده بتقاوم او توجد اي عمليات للتزويد عليها. فالحقيقه ده امر مطلوب علشان العمله هي اللي بتمثل او اللي هي الشكل العام للدوله، مهم انها اللي هي تحظى بمزيد من الاهتمام والعمل. طيب ده ممكن يوفر لنا قد ايه يا دكتور هشام لما انا دلوقتي بعمل عمليه التحول من الشكل الورقي للشكل البلاستيكي؟ خلينا نقول انه هي الفكره عده امور، مش بس فكره انه العمر يطول، لان احنا عندنا حسبه انه التكلفه كام والفتره الزمنيه اللي بتستخدم فيها الورقه كام. فهي معادلة ما بين تكلفة ممكن تكون أعلى نسبيا بس استمرار الورقة المالية ممكن يكون أطول بالمقارنة مع الوضع الحالي. دي كلها الحقيقة أمور فنية شديدة التعقيد بيتم اتخاذ قرار بشأنها داخل البنك المركزي والمسؤولين عن هذا الأمر، لكن أتصور أن عملية التطوير لن تتوقف فيما يتعلق بشكل وطبيعة العملات. طيب ممكن نسأل برضو آخر سؤال، ليه فئة العشرة جنيه والعشرين جنيه تحديدا؟ لا هي دي مراحل اولى بس، خلينا نوضح لانه يعني ده اذا ببدء ان احنا نعمم الفكره على كل الفئات النقديه فيما بعد. خلينا نقول انه طبيعي انه بيحدث كل فتره زمنيه دخول دي اوراق جديده. مش معنى دخول العمله البلاستيكيه
انها هيتم سحب كل اللي موجود في السوق او في الاقساط ويتم طرح جديد، لكن هي بتاخد فترتها الطبيعيه انه بيحدث التحديث بشكل مستمر متتالي، وبالتالي خلال فتره زمنيه اطول مش هيبقى في لحظه معينه هنقول هنوقف التداول على هذه النوعيه، لا هي هتاخد فترتها الطبيعيه علشان لا يحدث اي صدمه او امر مستغرب بالنسبه للمواطنين. بس يمكن يا دكتور هشام احنا جينا في فتره لما كان ظهر الجنيه المعدني، بعض الناس ما كانتش بترضى تتعامل بالجنيه الورقي في بدايه الامر، دلوقتي يعني الموضوع دلوقتي عادي، لكن بعض الناس كانت بتتخوف من التعامل بالشكل القديم وكله بيتجه للشكل الجديد، هل في تخوف على فئه ال10 جنيه وال20 جنيه بالشكل الورقي خلال الفتره الجايه؟ لا، دي كلها امور طبيعيه بنتعامل مع سلوكيات موجوده داخل المجتمع، وعشان كده انا بقول مش لن يحدث صدمه للمواطن، هناخد فتره كافيه جدا، الامر هيتم بسلاسه وسهوله ومش هيبقى فيه تحفظات، واتصور ان هو الشكل الجديد الاكثر حديثا هيغري الجميع لانه يقبل عليها، واتصور انها يمكن تحظى بدرجه عاليه من الرضا من جانب المواطن. طيب انا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا دكتور هشام ابراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، كنت معنا هاتفيا، بشكرك ألف شكر.